أهلا بكم، حلقة جديدة من برنامج سما بريس نستعرض فيها أبرز الأخبار التي حملتها أوراق الصحف الصادرة لليوم، والبداية دائما بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. البداية ما فقط بالخط العريض، ونستهلها بما حملته الصحافة السورية. لنقرأ من الوطن التي عنونت: تصعيد متبادل بين قسد والاحتلال التركي في حلب والحسكة ومقتل 9 من الطرفين. الجيش يستهدف مواقع النصرة في خفض التصعيد ويكبده خسائر كبيرة. والملتقيات والاتفاقيات الاقتصادية أين نتائجها؟ دياب للوطن: 60 فرصة استثمارية في 8 محافظات تلبي احتياجات إعادة الإعمار. ومن الوطن إلى تشرين لنقرأ ما جاء فيها لليوم: رغم الصلاحيات الواسعة والعوائد المالية المجزية، الفجوة واسعة بين مجالس الإدارة المحلية ومسؤولياتها الحقيقية. وجودة الرغيف وتحسين النوعية من أولويات مخابز ريف دمشق، خطوط إنتاج جديدة لتحسين الجودة وتوسيع دائرة الانتشار. أما عربيا اخترنا لكم الشروق التونسية التي عنونت لليوم: مصر تتصدر قائمة الدول العربية المدينة لصندوق النقد، والسويد تعيد النظر في تصريح إقامة اللاجئ العراقي حارق المصحف. وفي جولة سريعة في الصحافة الأجنبية نقرأ من واشنطن بوست: أوكرانيا تشهد ثورة حرب طائرات بدون طيار بتقنيات الذكاء الاصطناعي. ذا نيويورك تايمز عنونت لليوم: فيروس صيني يستهدف البنى التحتية في القواعد العسكرية الأمريكية. الجارديان كان عنوانها العريض: نتنياهو وترامب رجلان يائسان يستغلان السلطة لإنقاذ نفسيهما من السجن. وأخيرا لاموند الفرنسية: مخاوف دولية من التحرك السياسي في النيجر. من السياسة إلى الرياضة وعناوينها، حيث عنونت صحيفة مارك لليوم: برشلونة يحسم قمة كلاسيكو أمريكا الودية أمام ريال مدريد بثلاثية. وتشافي: الفوز على ريال مدريد ولو وديا يعادل تحقيق دوري الأبطال. كوريالي ديلو سبورت كتبت لليوم: المباراة الودية الثانية لروما تمت بنجاح للونين الأصفر والأحمر برباعية. وميلان يجري تقييمات الهجوم ويفكر بإضافة مهاجم مشابه لجيرو. حرائق ووزارة ومحافظة، عنوان مقال نشرته صحيفة الثورة المحلية وجاء في تفاصيله: حرائق جديدة وقليل فقط من اشتداد النار، فقط القليل، وتخسر اللاذقية غطاءها الحراجي والشجري، وتتحول إلى أرض قاحلة على البحر بأسباب عديدة، منها التراخي واللامبالاة وسوء الإدارة التي قضت على حراج عمر بعضها يتجاوز 1000 عام. في الحكومة تشكلت لجان لمتابعة تنفيذ المشاريع والمتطلبات والاحتياجات المحلية، وتم توزيع وزارات الحقائب على المحافظات التي ينتمي إليها الوزير أصلا، كونهم الأقدر على معرفة احتياجاتها وأوجاعها. وعليه فقد كانت وزارة الإدارة المحلية من نصيب اللاذقية. وتشاء المصادفات أن الوزارة المعنية بكل ما يتصل بتجهيزات مكافحة الحريق وإطفائه والسيطرة عليه، حتى اليوم لم تخرج علينا الإدارة المحلية ولا المحافظة بخطة عمل، وحتى اليوم لم نرى تحركا حقيقيا يوازي ما يطرحه فلاح عادي عاش بين الأرض والشجر. فهل هو فشل الأجهزة التنفيذية في النهوض بمهامها تجاه مصيري وحياتي وأملاكي أجيال بأكملها؟ وفي فقرة صحافة العدو قالت صحيفة يدعوت أحرنوت الصهيونية إن عشرات الآلاف تظاهروا في أكثر من 150 موقعا ضد خطة التعديلات القضائية. وعلى الصعيد ذاته أشارت الصحيفة الصهيونية أن الآلاف شاركوا في مظاهرة نظمت أمام منزل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هارتسوك في مدينة القدس، وسار المحتجون في الشوارع يلوحون بالأعلام ويقرعون الطبول ويطلقون أبواقا صاخبة.
وفي فقرة تويتر لليوم نتناول تغريدة تحت عنوان آثار سلبية جديدة للسجائر الإلكترونية. وفي تفاصيل تغريدتنا اليوم تستمر قائمة الآثار الجانبية الغريبة للتدخين الإلكتروني في الازدياد، حيث حذر أحد الأطباء في تغريدة له من أن السجائر الإلكترونية قد تتسبب بفقدان حاسة التذوق، يأتي في البداية من خلال جفاف الفم وينتهي الحال بفقدان حاسة التذوق، وذلك بسبب منكهات السجائر الإلكترونية التي قد تزيد أيضا من احتمالية الإصابة بتسوس الأسنان وأمراض اللثة. مندوب توصيل يأكل وجبة طعام الزبائن قبل توصيلها، عنوان خبرنا لليوم في فقرة الصفحة الأخيرة وجاء في تفاصيله. وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي قيام مندوب توصيل بتناول جزء من الطعام قبل أن يوصله إلى أحد الزبائن. وأظهر الفيديو مندوب التوصيل وهو يقف في أحد الشوارع ويأكل من الطعام، ثم نظف يديه بملابسه، وبعد ذلك فتح كوبين شرب منهما. وأثار المقطع حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال مغردون يبدو أنها لم تكن أول مرة يقوم فيها عامل التوصيل بتناول الطعام من طلبيات الزبائن، وأشار آخرون إلى أنه ربما يكون الطعام خاص بمندوب التوصيل. إلى ريشة رسام الكاريكاتير. وبهذا نطوي أوراق الصحف الصادرة لليوم، إلى اللقاء.